السلام عليكم، معكم محمد أبو لاوي. اليوم بدنا ننتقل للفيديو شرح عن برمجية الماتلاب وشو كيف أتعامل مع هاي البرمجية. بداية عندنا الكوماند ويندو. هاي الكوماند ويندو هي الشاشة الرئيسية اللي راح أتعامل معها من خلال كتابة الأوامر على هاي النافذة. هاي النافذة تتكون عندي هدول الأسهم، يعني هان بده يعني ياخذ انبوت، انه ياخذ كوماند امر عشان ادخله. انا مثلا لو حطيت له اكس بتساوي 8، هاي اعطاني انه اكس بتساوي 8. هاي الشاشة اللي راح اكتب فيها الكود. في عندي هون الورك سبيس. الورك سبيس بتتكون عندي، مثلا انشأت فاريبل اسمه اكس، هان في بعرف لي اياه انه عندي انا منشأ فاريبل اسمه اكس. بحاله انه مشيت عدة في الكود، كتبت كود، فبقدر ارجع من عند الورك سبيس اعرف شو الفاريبلز اللي عرفتهم. فهان الاكس معطي الفاليو تبعتها والمينيمم والماكسيمم. في حاله اذا كانت مصفوفه، الاكس بتساوي الواي ايكوال 2 أس 3، اعطاني 1 2 3، اعطاني المينيمم فيها 1 والماكسيمم 3. ثالث اشي عندي الكوماند هيستوري. هان جميع الكوماندز اللي انا كتبتها من بداية ما استخدمت هاي البرمجية لاخر كوماند كتبتها بتكون موجودة في الكوماند هيستوري. فانا هان في الكوماند ويندو، لو على الكيبورد في الأسهم الأعلى والسهم الأسفل، بقدر أتنقل بين هذول الكوماندز اللي كتبتهم، أنا استخدمتهم قبل هيك. لو بدي أخزن، خلصت أنا شغلي، خلصت كتبت الكود وخلصت الكود كامل عندي، بدي أسيف الفايل، بس بضغط بكتب الأمر سيف، بكتب اسم الملف اللي بدي اخزنه فيه، سميه ماي فايل، بس بضغط انتر على الدوكيومنت، بروح بكون تخزن عندي. هاي هون سي يوزرز، هون على الماتلاب بفتح بكون عندي مخزن اسم بالاسم اللي انا خزنته فيه. في حالة انا بدي اعمل كلير للفاريبلز، ألغي جميع الفاريبلز، جميع المصفوفات اللي عرفتهم، أبدأ من جديد. في عندي الأمر clear all، بضغطه برجع لي الورك سبيس فاضي. هاي الأمور الأساسية اللي بدنا نعرفها عن البرمجية عشان نقدر نكتب بعد هيك الكوماندز تبعونا عشان نسوي البروجكت اللي محتاجينه. وهيك وإن شاء الله راح ننتقل بالفيديو اللي بعديه، نبلش نعرف كيف نعرف variable والماتريسيز إلى نهاية هذا الموضوع. كان معكم محمد أبو لاوي من Solver2B.